أحد عمال طواقم الدفاع المدني الآن وخلال عملية البحث عن المفقودين الآن يصاب بهذا الشكل، وحالة من الهستيريا ربما أصابت هذا الفرد من الطاقم بعد مشاهدته للشهداء تحت الأرض والذين تم إخلاؤهم، وشعر بحالة الاختناق الشديد الآن. نتابع مع الراجل الإخلاء تحت الأرض، واحد تحت الأمطار وإحنا قاعدين نطلع فيه اللي هو لقيناه عايش، هذا ثاني نحن مش راضي يطلع إلا لما يطوله، وظلوا من الوحدة لما طالوا هالقيت لسه تحت الأرض له 7 ساعات، له تقريبا من التنتين ونص. مع الراجل بيحكي الراجل هذاك زعقنا عليه بيحكي معنا، يعطيك العافية. دخلنا له جوا فهو اللي مرق عن شغله. يعطيك العافية. جهدك مبارك، الله يأجرك عليه كل خير إن شاء الله في ميزان حسناتك. أنت بس أنت أطلعت الراجل وربنا أحيا، وأنت وساهمت في إنه يخرج حي، يعني هذا عمل بطولي. الحمد لله يا رب، الحمد لله. كيف الساعات اللي قضيتها تحت؟ يا رب، مش قادر يحكي. صعب. هي صعب. وش لا؟ الحمد لله رب يرحم الشهداء. طبعا هذا من كواليس عمل الطواقم في الدفاع المدني التي تعمل بهذا الشكل في ظل نقص الإمكانيات، ويدخلون بأجسادهم هذه إلى داخل وتحت تلك الحجارة وهذا الركام، والعمل البطولي الذي يقوم به هؤلاء الأفراد هنا في هذا المكان أمام هذا المنزل المدمر والذي تم قصفه عن بكرة أبيه، وما زالت أعمال البحث عن مفقودين جارية حتى هذه اللحظة في سبيل المحاولة للعثور على ناجين جدد.